غياب الحب. رسالة جات لحد من الخدام بتقول نفسي حد يحبني بجد، حد يقولي أنا هعمل أي حاجة، المهم أنت تبقى مبسوط. نفسي أحس أني محبوب بجد، مش مجرد حد يقولي أن أنا محبوب. نفسي أحس أني غالي على حد وأني بفرق مع حد. أنت عارف لو حد بيحبني بجد أنا هيبقى عندي استعداد وطاقة أعمل بيها حاجات كتيرة قوي. أنا دلوقتي عايش بس عشان أعمل اللي أنا عايز أعمله، أنا مش عايز أقصر لكن محتاج الحب. بيقول الخادم أنا سمعت الكلمات دي ومعرفتش أرد، لقيت الشخص مش محتاج كلمات، الشخص محتاج لمسة حب حقيقية. لو دي مشاعري النهاردة أعمل إيه؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة. مستني أسئلتكم ومشاركاتكم على كل أرقامنا تظهر قدامكم على الشاشة، وكمان ممكن تبعتولنا على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. مبسوطين جدا إن النهاردة نتكلم مع أمير وحيد. أمير خادم في أسقفية الشباب وبيخدم مع الشباب بقاله أكتر من 10 سنين. إزيك يا أمير؟ أهلا بك يا مريسة. أمير، يعني يمكن دلوقتي وسط الالتزامات والحاجات اللي أنا حاسس إني مفروض أعملها ومش عايزة أقصر إني ما أعملهاش، إزاي أقدر فعلا أستمتع بالحب ده وبحب ربنا ليا مش بس أكون بسمع عنه؟ أنا مقدر جدا إحساس الشخص اللي بعت الرسالة، واضح إن هي حاجة حقيقية قوي، لأنه يعني غياب الحب أصبح حاجة منتشرة، عارفة؟ والوقت اللي فات في كورسات كتير كنت باخدها حاجات نفسية وحاجات كده، بيقولوا انه لما الواحد بيقفل باب المشاعر بسبب ألم ما او بسبب حادثة عدت فيها او بسبب حاجة بتتقفل كلها، فلما تتقفل كلها دي بتبقى مشكلة كبيرة. الواحد ما بياخدش باله في الأول بس بيبقى كأنه بيتسرسب واحدة واحدة، يلاقي نفسه مش حابب حاجة، مش فارق معايا، مش فارق معايا خروجة، مش فارق معايا أكلة، مش فارق معايا فلان يتصل ما يتصلش، عارفة؟ لأن اتجرحت مثلا مرة واتنين، لأن حصل شوية حاجات، الحب بيغيب خالص. لما بيغيب الحب خالص بيغيب كله. يعني ايه يغيب كله؟ يعني ما بقاش انا عايش مع ربنا وفرحان بحبه ومش بحب الناس والحياة، لا، هي عارفة كأن الواحد جواه خزان حب. فخزان حب ده يتمري، الواحد يعيش، يفرح، ينطلق، يبقى عايز يعمل حاجة، عايز، فاهم؟ خزان حب ده يقل خالص، الواحد ايه يبتدي يفقد الشغف او يفقد الطاقة اللي عايز يعيش بيها. يعني كل الناس، يعني دورت شوية قبل الحلقة عن الحب، وأن الناس بيقولوا أي كل الناس من كل الجوانب بيتكلموا عن الحب إن هو ده حاجة لا غنى عنها للحياة، ده مش أوبشن، يعني مش حاجة كده. وإحنا إحنا إحنا إيماننا إنه الله محبة، يعني الله اللي إحنا بنعبده وبنتبعه وبنحبه وبيحبنا وبنعيش وراء حواليه أصلا، هو محبة. فهو الكور أو العمود الأساسي للمسيحية هو الحب، القانون الوحيد اللي بيقول عليه في المسيحية هو الحب. فاحنا فقدان الحب ده يعني فقدان الحياة بالنسبة لنا، هو ده فقدان الحياة. تعرف مؤخرا كمان الموضوع بقى أكتر من ان احنا مؤمنين بالحب وان احنا نحيا بالحب، الموضوع بقى فيه دراسات، قريت بحث معمول في جامعة هارفارد بيتكلم على تأثير الحب فيزيكالي على جسم الإنسان. الإنسان لما بيعيش في حب بيعيش، بيقل التوتر في حياته، الدوبامين بيعلى، حاجات إيجابية بتحصل في حياته. في حاجات ربطوها فعلا بتحصل إزاي وعلى أساس إيه، وفي حاجات لسه ما ربطهاش. بس لو الناس اللي عايشة بحب بجد ومتمتعة بحب، صحيا مناعتها بتبقى أحسن، حالتها النفسية بتبقى أحسن، وده بيأثر على كل طاقة الجسم. فهو لا غنى عن الحب، الحب ده يعني مكون أساسي الأكسجين كده بالنسبة للحياة، ملوش بديل. أوكي، بتهيألي يا أمير يعني مفيش اتنين هيختلفوا عن أهمية الحب او ان احنا محتاجين، ولا بتهيألي كلنا عارفين ان احنا محتاجين الحب في حياتنا، بس يعني سؤالي برضو انه ازاي اقدر اتمتع بيه، ازاي احب، يعني ازاي انا احس ان انا محبوبة، وازاي انا كمان اقدر احب الناس مش بس يبقى كلاما عمال اسمع عنه. معاكي ان احنا كلنا فاهمين قيمة الحب وازاي نتمتع بيه، بس انا كنت حابب يعني اوضح اهمية الحب ودوره في الحياة في الاول. ليه؟ لانه احيانا زي ما قلتلك ناس كتير بتقفل الباب وتستسهل. يعني انا كنت بحب الناس وبقرب منهم وبخدم وبساعد، وبعدين جي عيد ميلادي ومحدش كلمني، مع اني بتصل بيهم كلهم، مع اني بسأل عليهم كلهم، مع اني فعملت ايه؟ فرحت قافل على الحب. بدل ما اشوف ازاي اصلح ده وازاي اعيش في جو حب بيئة افضل، انا قفلت فكرة الحب وقلت خلاص انا هعيش كده ولا هسأل على حد ولا حد يسأل عليا. ده موت، يعني ده مش اوكي، ده مش تمام. بعد شوية بلاقي نفسي مش عايز اعيش اصلا، لان انا قررت اقفل ابواب الحب في حياتي. دي يعني قصدك تقول انا عايز اوضح الاهميه واوضح انه فكره لا يا جماعه، ما نستسهلش ونعيش من غير حب، ما نستسهلش ونعيش نعمل اللي علينا وخلاص. يعني يمكن اشجع اللي بيتفرج اقول له ما تقبلش تعيش من غير حب، ما تقبلش.
اوكي، فانت قصدك تقول انه ممكن ناس من كتر ما قبل كده ممكن يبقى حصل معاها مواقف ان هي حبت او قدمت او ضحت او كده واتجرحت او اتألمت او تعبت، قررت انت خلاص انا قشطه تمام انا ممكن اعيش من غير الحب وهبقى زي الفل. بعد شويه بقى زي ما بقول بلاقي الخزان يفضى واحده واحده، ولما بيفضى بفقد كل قيمه كل الحاجات، مبقاش نفسي اعمل حاجه. انا سمعت الجمله دي كتير قوي قوي دلوقتي، انه انا مبقتش عايز حاجه، مبقتش فارقه معايا، كله عادي. انت مش موجود عشان تعيش كله عادي على فكره، انت موجود عشان تحب حاجات وتحاول تعملها وتستمتع بيها، وحاجات ما تعرفش تعملها وتحاول فيها تاني، موجود عشان تعيش. انما فكره انه كله عادي وبقيت اقبل كل حاجه عشان ما تجرحش، ما احبش عشان اللي بحبه لو ما حصلش او ما عرفتش اوصل له او ما عرفتش اقرب منه اتعب، يعني فاقرر من الاول ان انا مش هخش الدايره. بامن نفسي يا امير، ما ده مش امان. عارفه انا خايف اكل هتسمم فما اكلش فهموت من الجوع. انا بالظبط يعني بعمل كده. في ممكن وقت من الاوقات يبقى في اكل فاسد، ممكن صح، بس هل ده معناه ان انا ما اكلش؟ لا، ادور على الاكل الفاسد، اعرف فين مكانه، اقرر ما اكلوش تاني بس اكل. فاهمه؟ انما قرار ان انا اتجرحت من الحب فمش هحب، ده قرار موت. فبشجع اي حد وقف معاه الموضوع ده في وقت من الاوقات، لا يعني دايما في بدائل وفي طرق تانية وفي حاجات ينفع تحبها وناس ينفع تحبهم ويبقى الامر مش كده، وتتملي محبة. ويمكن نتكلم النهاردة ازاي اتملي بمحبة حقيقية ونضيفة والخزان بتاعي يبقى مملي بنسبة كويسة من غير ما اروح لحتة الجروح. بس قبل ما اخش في التفاصيل احب يعني احس دي حاجة مهمة قوي. ايه تعريف كلمة حب؟ يعني انا لو سألتك يعني ايه مريض حب؟ لا امير ثانية، انا اللي بسأل هنا يا امير، انا هفوز اسألك يعني ايه حب؟ اعتبريني انا اللي هسأل مرة. لا انا هعرف انك انت يعني ايه حب. بس انا دورت على النت كتير قوي وشفت اراء مثلا حاجة بتاعت 30 شخص مختلف من جهات مختلفه يعني ايه حب. اغلب الناس ما قالتش حاجه ممسوكه، يعني احاسيس بتحس بيها. ايوه، ايه هي الاحاسيس اللي بتحس؟ فاهم قصدي؟ حاجات عايمه كتير قوي. اكتر تعريف لقيته قريب وقادر ان انا امسكه كان تعريف ارسطو. خلاص، كان بيقول كده: الحب هو اراده الخير للاخر. الحب هو اراده الخير للاخر. الحب ده تعريف ممسوك، يعني اقدر ديفاين فعل معين هو ده حب او ده مش حب. فاهم قصدي؟ ان انا لما ابقى عايز الخير بتاعك اقدر اقول جوايا ان انا بحبك. فاهم قصدي؟ اوكي. وده بالنسبه لنا كمؤمنين وككتاب مقدس مش بعيد قوي، يعني الفكر المسيحي في الحب في الكتاب المقدس هشرحه بيقول: الحب هو الاراده والرغبه الحقيقيه لبذل مجهود من اجل خير الاخر. فهو قريب من فكر ارسطو بس اكتر شويه، مش بجد ان انا عايز لك الخير ان ربنا يباركك، لا، ده انا مستعد ابذل مجهود وقت عشان خيرك. وده اللي ربنا عمله لما حبني، بذل نفسه وقته وبذل كثير لانه يحبني. فهو ده اكبر تعريف للحب في المسيحيه. فالتعريف بتاعنا بقول لك في حته زياده، والحب ده هو بقى اللي بيخلي الانسان عنده معاني للحاجات اللي بيعملها. يعني واحد متجوز خلاص، فانا بحافظ على شغلي وبحافظ على مستوى بيتي وبحاول ازود دخلي، ليه؟ عشان بحب مراتي، بحب ولادي، بحب بيتي. في دافع، انا عايز خيرهم من جوايا، انا عايز خيرهم، انا مش بمثل. طيب، حد مش عنده الحب ده في الخزان بتاعه، هو رجل مسؤول عن بيته صح؟ فهو لازم يشتغل ويجيب. هنفترض ان هو رجل امين وعايز يكفي بيته، الشغل هيبقى بالنسبه له عامل ازاي؟ حمل وتقل. بدون مش بنلغي مسؤوليه، لازم يكون مسؤول. أيوة. عن بيته، بس قصدي انه لو هو يعني اللي فهمته منك انه لو هو بس الحاجه الوحيده اللي بتدفعه او بتحركه هو احساسه بالمسؤوليه. أيوة. لا، بعد شويه وقت هيحس بالضغط وانه تعب. صح، اي عمل في الدنيا بعمله لمجرد او الدافع اللي بيحركني ليه احساسي بالمسؤوليه او ان ده مفروض اعمله، بعد شويه هيبقى حمل على كتفي. هيبقى تقيل جدا. خلاص، اي عمل بعمله بدافع الحب هيديني طاقه ان انا اعمله. يعني الحب، الخزان بتاع الحب ده، مع عشان كده بقول ده حاجه مهم. انا بحب فلان، فهو لما يبقى عنده دقيقه، لما عنده مشكله، لما عنده حاجه، انا عايز اروح اساعده. انا هبقى مبسوط، انا هبقى متضايق لما الاقيه شايل على كتفه كل الشيله دي، انا عايز اروح اشيل معاه. فاهم قصدي؟ في دافع بيحركني، مش مجرد احساس مسؤوليه. احساس المسؤوليه لوحده هيخنقني بعد شويه. واحد بيحب شغله هو بيشتغله. خلاص،
هو عايز يبدع، عايز يقعد، عايز يعمل حاجة، ان هو يكون امين في الشغل ده اسهل بكتير جدا من واحد تاني مش بيحب شغل عايز يبقى امين. فاهم الفكرة؟ يعني هما الشخصين عايزين يبقوا امنة في الشغل، محدش منهم ناوي يسرق الوقت او يسرق الامانة في الشغل، محدش عايز يعمل كده، صح؟ اللي بيحب الشغل هيقدر يعمل الأمانة بسهولة أكتر بكتير جدا من اللي ما بيحبش الشغل. بص تأثير الحب عمل إزاي؟ فهو مش حاجة أوبشن. يعني بعد شوية من غير حب الحياة هتبقى حمل على كتفي، أمور مش هيبقى ليها طعم، مش هيبقى ليها لذة، ودي مرحلة العادي اللي هي للأسف أصبحت منتشرة كتير قوي في الوقت اللي احنا فيه. أوكي. بس طيب انت كنت من شويه كده قلت كلمه بس احنا عدينا عليها عبور سريع قوي، قلت ان الحب عامل زي الاكسجين. يعني ايه؟ يعني الله هو المصدر الحقيقي للحب، الله محبه، والله هو اللي خلق الكون ده، فهو عارف الاكسجين الموجود في الهواء ده مين اللي عمله؟ هو ربنا، صح؟ ساعات انا ممكن ابقى محتاج اكسجين لحد يتعب قوي، عنده مشكله في التنفس، عنده مش عارف ايه، فينقلوه مستشفى فيديله انبوبه اكسجين. المستشفى بناها ناس وفي ممرضين وفي دكاترة، والأنبوبة صنعها شخص ما، والناس هم اللي عملوا كده ولحقوا الشخص ده، بس لحقوه بإيه؟ بأكسجين اللي خلقه ربنا. ففي الحقيقة الله هو المصدر الحقيقي للحب، هو اللي بيملى القلب. بنحتاج الناس، بنحتاج ان احنا نتعامل ونروح ونيجي، بس المصدر انا واخده منين وعايش به ازاي، ده لازم يبقى اللينك بيني وبين ربنا بشكل ما، وده اللي يضمن الحب اللي ما يتحولش ألم. ده اللي يضمن الحب اللي ما يتحولش ألم، لأنه ثابت وموجود طول الوقت، لأن هو مصدر موجود. فأنا معتمد دايما مش على أنابيب الأكسجين، أنا معتمد دايما على الأكسجين الطبيعي. أوكي. في أوقات معينة بحتاج الأنابيب. أوكي. يمكن مثلا الأكسجين وضح الفكرة أنه إزاي الأكسجين الله هو اللي عمله، والله هو المصدر بتاعه، يمكن ناس بتساعدنا ناخده، لكن ازاي انه المصدر الوحيد هو الله والثابت واللي دايما موجود. بس خليني اقول لك حاجه يا امير، يعني احنا برضو ساعات بنحس، او مش ساعات، هو طول الوقت بنحس ان احنا عايزين الحب ده، يعني عايز احب واتحب من الناس اللي حواليا، مش بس اكون حاسس بحب ربنا في السماء، لكن عايز كمان مع الناس اللي حواليا. طبعا ما انكرتش. خليني اقول لك ايات كده من انجيل لما ربنا كلمنا عن الحب. في يوحنا 13:34 بيقول كده السيد المسيح: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. أنا في الأصل عايزكم تعملوا إيه؟ تحبوا بعضكم بعض كما أحببتكم أنا. أنا عايزكم تحبوا بعض زي ما حبيتكم، زي ما أنا حبيتكم. وفي يوحنا 15 يقول: هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعض كما أحببتكم. يبقى الأصل أنهي محبة؟ محبة الله. محبة الله. زي ما أنت تحبيتي حب إخواتك، زي ما أنت تحبيت حب إخواتك. فأنا محتاج الأول أتحب واستقبل الحب ده وأقبله ويعيش معايا وأعيش فيه، وخزاني يبتدي يتملي، ثم أبتدي أمارس علاقة الحب مع الناس اللي حبوا المسيح. وده أحلى، ده أحلى مكان أقدر أمارس فيه الحب بشكل ما تعبش فيه قوي. ليه؟ لأن الناس كلها معتمدة على نفس المصدر. يعني أنت بتشربي حب من المسيح، وأنا بشرب حب من المسيح، وإكس بيشرب، وشريف بيشرب، فاهمة؟ كل واحد بيشرب 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 بيشرب. طب اما نيجي نعيش مع بعض، اما اجي انا اساعدك في حاجة، هبقى واقف لك بقى على، انا جيت لمريض كان عندها مشكلة في البيت، وجيت وقفت معاها وعملت معاها العربية وقفتها 3 ساعات، انا بقى بعزل ولا بعمل حاجة في بيتي؟ بص مريض ما جاتش، جابت مش عارف ايه ومشيت ربع ساعة وانا قعدت لها 3 ساعات. ما ده اللي بيعمل الجروح والألم، فاهمة قصدي؟ ان انا جعان جدا، ما عنديش، انا خزاني صفر، فلما جيت اديتك نقطتين انا مستنيك تردي النقطتين، فاهمة؟ لأن أنا عطشان، هموت من العطش، وإندي نفس الكلام، وهو نفس الكلام، وهو نفس الكلام. طب تعالوا نروح للصورة الأمثل اللي ربنا عايزنا نعيش فيها. أحبوا بعضكم بعض كما أحببتكم أنا. أنا متمتع بحب المسيح، أنا شبعان بيه، أنا مقدر وممتن للي هو عمله في حياتي، وحاسس إن هو اداني كتير أكتر من حقي، أنا واخد كتير قوي، أنا مقدر إله سهران عليا ما بينامش، أنا مقدر ده وفرحان بيه في قلبي كل يوم، أنا مقدر إله يرعاني كل الأيام، أنا مقدر إله يحول الأمور لخيري، أنا مقدر إله وقف اتهان واتضرب واتلطم على خده وقبل إن حد يبصق على وجهه عشان أنا العار ما يحصلش في حياتي، يعني هو عمل الحاجات دي عشاني، فأنا ممتن جدا، فاهمة قصدي؟ فمليان شاعر بالحب ده، حبيني جدا وأنا متمتع بالحب ده، وجيت ساعدتك في حاجة مش ماسكها لك،
فاهم قصدي؟ يعني خليني اقول لك مثل تاني، انا باكل في بيتنا واكل الصبح واكل الظهر واكل بالليل، وجيت في مره حد عزمني على الاكل عنده في البيت، فانا فطران كويس في البيت بس انا عارف بيتنا كويس، رحت في العزومه لقيتهم مقدمين حاجات صغيره خالص قد كده، عينات عينات، جابوا لي طبق قد كده اهو، في شويه رز، معلقه رز، وفي مفهوش بسلايه مثلا، خلاص ده ما يكفنيش خالص خالص. بس انا ما عنديش مشاكل قوي، لان انا واكل الصبح وهرجع بالليل اكل وانا عارف بيتنا، خلاص هاكل اللي موجود وامشي، فاهم قصدي؟ ما تعبتش وما اتضايقتش، يمكن اقول هو عنده ما عندوش، عارفه ما جرحتنيش قوي. طب انا بقالي 3 ايام ما باكلش وحد جه عزمني على البيت ورحت لقيت البسلايه دي، خلي معايا هبقى متضايق جدا وهتعب، فاهم قصدي؟ فاهم الفكره؟ فالله مش بيلغي علاقاتنا، لكن بيدينا الكميه المناسبه من الشبع اللي تخلينا، عارفه خزاني مليان 50%، فجت مريض ادتني 5%، كويس انا بالموجب، جه حد اداني 10% 5%، طب انا خزاني صفر وجه حد اداني 5%، لا قليل جدا، انا عايز اكتر، مش قادر، انا عايز اهتمام اكتر، انا عايز تقدير اكتر، انا عايز حد يسال باليوم زي ما انا سالت باليوم. فبتبقى الحياه صعبه تقيله، حتى علاقات الحب ده بقى اللي بيخليها تتحول لعلاقات متعبه، وده اللي بيخلي الناس تقفل على الحب، إن احنا مش واخدين الحب من مصدر دائم، ما بينشفش يعني. الله محبه كامله مش بتبطل ومش بتخلص، فينفع افضل استقي منه محبه، استقي منه محبه فيبقى خزيني على طول الوقت معدي 50%، اوكي فبقى عايش. عاجبني قوي ما التشبيه بفكره الخزان، يعني ازاي لو الواحد خزانه مليان من الله وبحب الله وشايف يعني دايما شايف تعاملات الله واحساناته وبيتمتع بالحب ده مع ربنا، لو انا عندي مثلا 50% من ده، فلو حد ادى 5، لو حد ادى 2، لو حد ادى 10، لو حد ما اداش خالص، انا برضو خزاني فيه. يعني حاسه ان المثل ده بيوضح قوي، لانه فعلا زي ما انت بتقول كتير مننا بنستنى حب الناس وبنستنى تقدير من الناس، وبستنى انه زي ما انا قدمت انا مستني انه الاخر كمان يديني، لكن ازاي لما الخزان بيتملي من حب الله، حب ثابت ونظيف ومصدر يعني نقي، ازاي ده بيخليني قادر انه حتى لو طبعا مش بنقلل من حبنا لبعض، بس قصدي انه حتى لو حد ما ادانيش بالمقدار الكتير الكافي انا برضو مستكفي. مش بس كمان مستكفي، كمان اقدر بقى اظبط الحاجات اللي مش مظبوطه. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا وانتي اصدقاء وعايشين او قرايب او اي حاجه، فانا باجي لك حاجه بساعدك وانتي بتجي لي حاجه بتساعديني، فانت جيتي في مره قصرتي، وارد انك تقصري، انا جيت في مره قصرت معاكي، لو انا ما اتجرحتش وما تعبتش هقدر بسهوله اجي اقول لك يا مريض انا كنت مستني منك تجي لي المره اللي فاتت، معلش يا امير ده انا كان عندي حاجه كده، خلاص لان الموضوع خفيف جوايا ومش مؤثر هقدر اظبط العلاقه. فبيبقى التاثير مش تأثير، انه حد يأثر يعني معايا بالنسبه لي، أيوة. مش الازمه الرهيبه اللي بتعملني، مش الازمه الرهيبه وهقدر اتكلم فيها، يعني هقدر اصارحه بيها، لان هي مش مصيبه، هي حاجه قد كده صغيره، فقادر اتكلم فيها واقدر اعاتب زي ما قال الكتاب المقدس. طيب لما انا ببقى مش كده وببقى جعان قوي، فالتقصير بالنسبه لي بيبقى مميت، فما بتكلمش، لاني بقول ان انا بقول جوايا وده بيبقى حقيقه، انا لو اتكلمت هشوت فبسكت فبيتراكم فبقطع العلاقات بعد شويه، فاهم قصدي؟ يعني حتى التقصيرات لما تحصل وانا بنسبه ما شبعان اقدر اعالجها، لما بتحصل وانا مش شبعان خالص لا ببوظ العلاقه. اوكي فهي حتى هتساعدني على تظبيط العلاقات ان انا بنسبه ما شبعان فقادر اقول. اوكي دي نقطه مهمه قوي برضه، يعني فكره انه مش فكره مش واقف للي قدامي على الواحده، بس فكره انه حتى لما بلاقي انه اللي قدامي مش بيدي كتير بعرف انه بكل هدوء، لان انا من جوه فعلا شبعان ومن جوه فعلا عندي اللي ماليني، بقدر اتكلم ببساطه لو الشخص يعني احنا قريبين وفي بينا تعامل كتير. طيب انا عارفه من قبل الحلقه انت عايز تحكي لنا قصه. يعني قصه كانت قريبه جت معايا، وبعدين القصه بتدور حوالين فكره الحب الالهي، هل هو انا محتاج ولا مش، انا اسف، هل الله محتاج مني حاجه مقابل حب؟ لانه وانا بسال الناس في الخدمه وبعت لهم، لقيت ان حد بعت لي قال لي انا كتير كنت رافض محبه الله بسبب ان انا فاكر ان الله بيحبني عشان عايز مني حاجه. انا رافض محبته عشان فاكر ان هو بيحبني عشان عايز مني حاجه. لان انا لو قبلت المحبه دي هيبقى مطلوب مني اعمل اللي هو عايزه.
فكانها حاجة قصاد حاجة؟ فكانها حاجة قصاد حاجة، فكأني من جوايا مش عايز أعيشها. فاهمة؟ ودي فكرة يمكن محدش بيقولها بالوضوح ده، بس أحيانا بتبقى موجودة. يعني في قصة عن خادم كده بيحكي إن راح يصلي ربنا يقول له يا رب فلان وفلان، فربنا يقول له أنت، يقول له لا فلان أنا مش عايز أتكلم معاك. يعني وده ساعات يحصل، ساعات ما ببقاش عايز افتح مع ربنا اموري الداخليه. انا عايز يعني اصلي للناس، اصلي مش عارف ايه، اصلي لايه، انا لا ما كاني مش قابل ان اتدخل جوايا، مش قابل ان انا يبقى العلاقه بينا سالكه، لانه لان هيبقى مطلوب مني كتير وانا مش عايز ده. القصه اللي هحكيها قصه حقيقيه بتاعت حد موجود في وقتنا الحالي، مش حد قديم، ودي واحده ست عايشه مش في مصر، عايشه بره، وصورت فيديو اعلنته على النت عن نفسها عن اللي حصل في حياتها. يعني بتقول كده هي دخلت في علاقات كتير قوي، وكان منها علاقات كتير تعبتها نفسيا، منها علاقة كانت متجوزة وكان زوجها بيضربها، والضرب ده مؤذي جدا طبعا نفسيا، بس هي بعد شوية علاقات خدت صورة ان كل الناس عندها مشاكل كبيرة في الحياة، كل الناس عندها حاجه وحشه جوه حياتها، مفيش حد بجد كويس، حتى اللي بيبقى ظاهر ان هو كويس هو عنده حاجه مخفيه في حياته. وحتى بعد لما خدت الصوره دي بتقول برده كنت بخش في علاقات، بس بقيت اخش في علاقات وانا عارفه ان الناس كده، بس انا محتاجه العلاقات، انا مش قادره اعيش لوحدي، انا محتاجه برده كل شويه يبقى في حد في حياتي. وبتقول في وقت كده اتقابلت مع حد كان شكله وطباعه هاديه وكده، واتجوزته بسرعه يعني، وهي عارفة ان هو اكيد هيطلع وراه حاجة، بس هي مش عندها مشكلة يعني هيطلع وراه حاجة، هيطلع بايظ، هيطلع يعني في حاجة هتبقى مش مظبوطة. وشخص فضل هيدي وقت وهي كانت مستغربة، فبتقول جيت في وقت كده حسيت عايز اعرف هو ايه اللي وراه ده، فابتديت استفزه واقوله كلام غلس جدا يوم والتاني والتالت، وهو زي ما هو مش بيتغير، لحد ما ادركت ان الشخص ده فعلا شخص كويس. وبعدين راحت اتكلمت معي، واتكلمت معي وهي مضايقة من نفسها، اتكلمت معاه بجد، بتقول كده انا قلت له انا حياتي وحشه جدا اكتر مما تتخيل، انا كنت مداريه عنك حاجات كتير قوي عشان فاكره ان انت كمان كده، بس انا انت ما طلعتش كده، انا حياتي سيئه جدا وانا مش هينفع اكمل معاك، انا هبقى بخدعك يعني، او احنا مش مناسبين لبعض، فانا هسيبك وهمشي مش عايز اكمل معاك. فبتقول الرد بتاعه صدمها، قال لها أنا عايز أبقى جنبك، أنا عندي علاقة كويسة بربنا، فأنا شبعان بعلاقتي معاه، أنا بحبك وعايز أبقى معاك عشان أساعدك مش عشان أنا محتاج منك حاجة، أنا مش مستني منك حاجة. ورد صادم، أنا شبعان بإلهي بس أنا بحبك وعايز أبقى جنبك مش عشان محتاج منك حاجة، لكن عشان أقف جنبك في المشاكل اللي أنت فيها. يعني قد ايه كان مليان بحب الله وكان شبعان من جوه، وهي وهو مش فعلا مش مستني منها حاجه، وهي كل اللي كان في بالها انه من كتر ما هي شافت خبرات سيئه قبل كده ومن كتر ما الناس استغلتها قبل كده كانت مش قادره تصدق انه ممكن يبقى في حد فعلا شبعان من الله بالشكل ده ومش مستني منها حاجه. دي قصه حقيقيه من شخص بيحب ربنا، تخيلي بقى، او متمتع بحب ربنا، تخيلي ربنا لما يجي لي ويجي لك ويقول لنا كده يا امير يا مريض انا بحبك، انا مش مستني حاجه منك عشان تعملها لي، انا بحبك زي ما انت وعايزه ابقى جنبك في حياتك في ضغوطاتك في ضيقاتك في الامك عشان اعديكي ونتحرك مع بعض في اللي جاي، انا شبعان. هل ربنا شبعان طول الوقت ولا ربنا محتاج؟ ربنا شبعان. ففي افكار ساعات بنبقى عايزين نفجرها خالص، ربنا عايزني عشان مرة حد كان بيقول لي ربنا عايزني عشان ادي العشور للكنيسة، يا عم عشور ايه بس اللي عايز اللي ربنا عايزك تيجي الكنيسة عشان تديها؟ عشور ايه؟ ده بيقول هاتوا العشور وانا افيض ليكم ان كنت لا افتح لكم قوة السماوات. هو اللي عايز يدي اصلا. هو ايه الفكرة؟ ايه الفكرة ان ربنا عايز يستخدم؟ ساعات بيبقى عند خدام كتير الفكر ده، بخدم عشان او انا موجود او ربنا بيحبني او ربنا بيشجعني عشان اخدم. لا مش عشان تخدم على فكرة، ربنا بيحبك جدا سواء خدمت او ما خدمتش. ونختبر ده في اوقات، نختبر ان احنا مش قادر اعمل مش بعمل بحبك زي ما انت. فهو مش محتاج،
هو الحب عنده هو حب، هو الله هو محبة بالكامل، فهو يقدر يدي ويفيد بالحب أوقات كثيرة جدا، حب نقي، حبه مستمر، حبه مش هيتغير بعد 20 سنة، يعني هو حب كامل كده ماشي زي ما هو، محبة أبدية، أحبني، بذل نفسه لأجلي، سهران عليا ليل نهار، أخذ الذي لي وأعطاني الذي له، هو بيحبني حب كامل. أنا بقى عايش متمتع بالحب ده، أنا شخصيا لو قلت لك أنا عايش متمتع بالحب ده كل وقت أبقى كداب، أنا مش عايش متمتع بالحب، بس نفسي، يعني نفسي أفضل دايما متذكر اللي الله أحبني بيه واللي الله عمله عشاني، عشان أفضل خزاني، مش بس عشان مصلحة إن خزاني بعمل، عشان أعيش فيه، عشان أخد اللي هو عمله، لأنه خسارة. دايما بيفرق معايا، ويمكن قلت ده كتير، يوحنا الحبيب، يوحنا يقول كده عن نفسه، لما جم يسألوه يعني أو جاي يكتب بطرس ويوحنا جريوا إلى ما بيكتبش يوحنا، هو ما بيعرفش يقول، يسألوه أنت مين، يقول أنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه، كانوا دي الجملة اللي بيعرف بيها نفسه. أنا شايف نفسي كده، أنا المحبوب على فكرة. أنا أقدر أقول كده، أنا أمير الذي يسوع يحبه، ودي حقيقة مش كده، بس هو كل ما يجي يكتب كده. أنت مش شايف نفسك غير في الحتة دي، في الخانة دي، محبوب محبوب محبوب. طب احنا عايشين فين؟ ما اقدرش اي حد فينا يقدر يقول انا ربنا بيحبني، صح؟ صح. طب انت شايف نفسك كده على طول؟ شايف نفسك محبوب؟ شايف نفسك غالي؟ ولا فين احنا؟ فاهم قصدي؟ ما نستسهلش ده، وما نقولش ما دي حاجة عادية، ما هو ربنا اكيد بيحبنا. لا، مش حاجة عادية، دي حاجة محتاجة اقف قدامها وافكر فيها واتأمل فيها يعني فاهم قصدي؟ اخد الامر بجديه عشان يحصل في حياتي بجديه. اوكي، بس خليني اقول لك حاجه، يمكن كتير مننا عايشين في الكنيسه وشايفين ناس عايشه في الكنيسه المفروض ان هم متمتعين بالحب، بحب ربنا ده، بس برضو بنلاقي ان احنا مفتقدين للحب، يعني برضو مش يعني مش دايما لما بدخل الله في، او لو انا مدخله الله في كل دوائر حياتي، برضو دايما مش بتبقى الحياه وردي وانا طول الوقت متمتعه بالحب والدنيا جميله يعني. معاكي حق، وعشان كده يعني يمكن نجيب مثلا من الكتاب المقدس بيشرح الفكرة دي، فكرة ازاي شعب الله في أوقات ما كانش متمتع بالحب ده. في سفر ملاخي، من المرات اللي ربنا أعلن فيها للشعب بتاعه ان هو بيحبه، في الوقت ده كان الشعب بعيد عن ربنا، ابتدى يدخل عبادات تانية وعايش في سكة تانية وهكذا، وجي الله بكل محبته يعاتب الشعب، فبيعاتبهم يقول لهم ايه؟ زي ما المسيح كده راح لبطرس قال له، بدل ما يقول له انت ازاي تسيب الدعوة اللي انا دعيتك ليها وتروح تصطاد، راح قال له اتحبني؟ فبطرس قال برأ، قال له نعم يا رب، انت تعلم اني احبك، ارعى غنم. فابتدى ياخده تاني للدعوة، بس من ناحية معاتبة رقيقة لطيفة. فراح ربنا للشعب وقال له احببتكم؟ قال الرب. فالشعب قال له بما احببتك؟ ايه انت على اي اساس بتقول ان انت حبيت؟ فين الدليل؟ انت عارفه ان احنا بنقول كده برضه، صح؟ احنا بنقول كده في دماغنا، ما بنقولهاش ببقنا، بس اسمع وعظه انه احببتكم قال الرب، اقول في بالي لا، ما هو لو ربنا كان بيحبني ما كانش حصل كذا، بما احببتنا. الكلام ده كان في سفر ملاخي بعد مثلا خروج الشعب من مصر ب 1900 او 2000 سنه كمان. ايه اللي حصل في حياه الناس دي لو ربنا بيكلم الشعب؟ ربنا عمل معاهم ايه؟ بما احبابهم، عد معاكي، عمل كتير قوي، حررهم من فرعون بيد قويه، خلاهم ياخدوا خير من المصريين كتير جدا، خرجهم من ارض مصر، مشاهم في صحراء في سكه ما يعرفوهاش، قادهم بعمود سحاب وعمود نار بالليل والصبح، فحاجة عجيبة وما بتحصلش مع أي شعب آخر، فتح قدامهم البحر وعداهم، شربهم من مية في الصحراء من صخرة، عالهم 40 سنة هدومهم ما باظتش، من وسلوى جعانين، ينزلوك كل يوم فطير الصبح من السماء، طب عايزين لحمة، اللحمة تيجي، ايه ده؟ طب انتوا بتشتغلوا ما بنشتغلش، طب انتوا جيش قوي تعرفوا تكسبوا كل الحروب اللي انتوا كسبتوها دي، لا ما بنعرفش نحارب، طب انتوا النعم اللي انتوا فيها دي كلها قد ايه؟ ده قد كده اهو.
طب انتوا ربنا جاب لكم ارض عامله ازاي؟ ارض تفيض لبنا وعسلا، وخلاكم تكسبوا الحرب ازاي؟ وقف لكم الشمس عشان تخشوا الارض دي. طب دليل ايه اكتر من كده؟ ايه الدليل؟ ايه ازاي حد يقف يقول بما احببتني؟ بتهيألي المشكله يا امير ان احنا يعني محدش يقدر ينكر ان الله ما عملش معاه تعاملات في حياته. يعني الواحد لو بص على 20 30 40 سنه اللي فاتوا في عمره يلاقي مواقف كتير قوي، يمكن يعني يمكن كان شايف بوضوح ايد الله، ويمكن لا، بس كان يعني تسمع ناس تحكي عن مش عارفه ايه اللي حصل لي وفجاه بشكل اعجازي الموضوع يعني يمكن حياتنا مليانه بتعاملات الله، بس بنميل غصب عننا انه مع اول ضيقه او ضغطه او سؤال مش لاقي له اجابه او موقف انا مش فاهم ليه حصل، بلاقي نفسي فجاه انا نسيت كل اللي ربنا عمله معايا، ونسيت كل احساناته، ونسيت كل المواقف الحلوه، ومش فاهم انا ليه هنا، مش فاهم ليه ده حصل. بصي، هو مش فجاه، مش يعني فجاه، ما اقدرش اقول ان هو فجاه. الحاجه اللي بتكلم فيها كتير وبحكي عنها كتير وبتذكرها كتير بتعيش جوايا. الحاجه اللي مش بعمل فيها كده بتموت جوايا. لا اشرح لي شويه. يعني انا دلوقتي ربنا عمل معايا حاجه معينه في حياتي، جيت في جوازي وكنت مزنوق ولقيت حاجه من هنا ومن هنا، ده ربنا، ايد ربنا ملهاش حل، خلاص. فانا فرحان باللي ربنا عمله، فكتبته عندي وبعدين حكيته وبعدين قلت ربنا سندني، شهدت لي هنا وهنا 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 وهنا. بعد شويه سنين ده مش بيضيع جوايا، فاهمه قصدي؟ انا ثبتته واكدته وكتبته وقلته هنا وقلته هنا، فاهمه قصدي؟ فكانه رصيد جوايا. انا ثبتت الرصيد، ثبتته، فاهمه قصدي؟ طيب جاي موقف تاني وحش، حصل مشكله، حصل ضيقه، ما حكيتش عنها كتير، حكيت عنها لمرشدي والمرشد قال لي اعمل ايه، واتحركت فيها شويه وعدت وخلاص، هنسى، هيقع. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان احنا الحاجات اللي ربنا بيعملها معانا مش بناكدها ومش بنثبتها ومش بنكتبها، خلاص، فبننساها. ولما بتيجي تحصل مشكله بروح حكي لشعب الله كله على المشكله، شعب الله نفر نفر، اسكت، مش انا حصل لي كذا كذا، مش انا حصل لي كذا كذا، مش انا حصل لي كذا كذا، ده انا كنت بعمل كذا وحصل لي كذا. فبيحصل ايه؟ تيجي المشكله او الضيقه او الضغطه تتاكد جوايا قوي، عمال بقى اكتب عليها، عارفه بتكتبي بقلم رصاص، تكتبي فوقي تاني يتقل، تكتبي فوقي تاني يتقل، تكتبي فوقي تاني يتقل. مش بس ولا كمان التفكير، لما بقعد افكر فيها مره 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 مره، لو بقعد افكر في احسانات الله مرات كتيره هتثبت جوايا، لو بقعد افكر في المشاكل مرات كتيره هتثبت جوايا. فاللي بيحصل ان احنا بنكتر المشاكل كتير، نكترها يعني نطلعها تاني ونجيبها لذهننا ونطلعها على السطح ونفكر فيها ونعمل فيها، فبتكبر في عينينا واحنا اصلا ما كناش كبرنا عمل الله في حياتنا. فما بقاش ليه ضي، يعني ما بقاش منور، ما بقاش على الذاكره اللي طالعه لفوق. فهي مش فجاه، هي مش فجاه، احنا خدنا اكشنز بشكل ما في حياتنا، مشينا سكك، السكك دي نتج عنها كده. فجيت في الموقف ده بقيت في المقارنه ولا في الضيقه ولا اشمعنى فلانه اتجوزت وانا ما اتجوزتش؟ انت ليه جبت لها زوج زي ده وانا زوجي عامل مش عارف ازاي؟ ليه مراتي زي في مش عارف؟ المقارنة والتفكير ده أول ما بيطلع على السطح بيروح عامل بلوك كده اهو، يعني حيطة. فربنا بيقول لي أحبتك، أحبتني إزاي؟ خد أحبتك تاني، مش هاخدها. طب ما أنت هتموت لو ما خدتهاش، أنت الخزان بتاعك فاضي، عندك فكرة في دماغك ومقتنع بيها قوي لدرجة إن أنت متمسك بالفكرة دي ومش عايز تتمسك بحياتك. يعني ربنا بيدي ينبوع حياه في كلمه حبيتك دي، حبيتك دي، ده انا هنقل حياتك. حبيتك دي لما اتقالت لبطرس رجعته من صياد لاعظم التلاميذ، دي نقلته، نقلت الحياه. ساعات يا امير مش ببقى رافض على قد ما ببقى مش عارف اصدق، يعني مش عارف اصدق ان ربنا فعلا بيحبني، لان انا بعيني زي ما انت كنت بتقول شايف واقع بيقول عكس كده، فبتنط في دماغي ما انت فعلا لو ربنا كان بيحبك ما كانش سمح. ايه الواقع اللي بيقول عكس كده؟ ان حصل لي موقف صعب. طب هو مين قال ان انا مش هيحصل لي موقف صعب؟ وبعدين ما هم كانوا دخلوا موقف صعب فعلا بسبب اختياراتهم اختاروها. يعني هم في الوقت ده شعب اسرائيل كان فعلا في ضيقه، خلاص، بسبب ان هم دخلوا عبادات اخرى وعاشوا في حته بعيد، وربنا جاي يعاتبهم عتاب محبه لطيف عشان يرجعهم اصلا.
فهم ما اقدرش انكر ان هم كانوا في موقف صعب، بس هل الموقف صعب ده يلغي تعاملات 2000 سنه؟ يعني المفروض ان التعاملات دي تاكد لي ان الله بيحبني، وكلنا عندنا تعاملات في حياتنا من الله تاكد لنا ان الله بيحبنا ورعانا وسترنا. كم مره سترك طول الوقت تفكر فيهم تفصيلا؟ مش كتير قوي يعني. نفسي لما اسال حد ربنا عمل معك ايه بيقول لي يا عمل حاجات كتير قوي، اقول له فصصهم مش بالجمله اصلها. كم حاجه، كم مره، كم مره عداك بدقيقه من دقيقه، كم مره رفعت عينك ليه وقلبك قلت له خلصني من الموقف ده وخلصك، ولو ما كنتش عملت كده ما كنتش هتخلص، وانت عارف انه دي يده ودي تدخله والحمايه دي حمايته والرعايه دي رعايته والدقيقه اللي عدت دي من ايده من سندته. كم مره حصل؟ عارفهم، فاكرهم باوقاتهم بتواريخهم بايه حالك ومشاعرك فيهم وازاي عديك؟ لا مش فاكر كل الحاجات. طب فاكر الدقيقه اللي انت دخلتها احكيها لك بالتفاصيل الممله من جميع النواحي؟ طب ليه بتعمل في نفسك كده ليه؟ حاسه ان دي نقطه مهمه قوي يا امير، لان احنا غصب عننا او ما بناخدش، مش غصب عننا، ساعات ما بناخدش بالنا احنا بنتكعبل في الحفره دي. ان انا لما بشوف الدقيقه بتعب وبعدين بفضل اتكلم فيها واحكي فيها فتكبر جوايا فما اشوفش غيرها، فبعد شويه وقت فعلا مش ببقى فعلا فاكر ولا حاجه من اللي ربنا عملها، على قد ما انا كل اللي فاكره انه في الموقف ده انا شفته سابني، او في الموقف ده انا شفته ما اتدخلش، او في الموقف ده انا مش فاهم ليه بيحصل كده. ابونا تدرس يعقوب في تفسير الجزء ده بيقول كده: كثيرا ما يؤكد الله لاولاده احببتكم. الله بيأكد لأولاده أنا بحبكم. لكن إذا مر بالإنسان ظروف تبدو في عينيه قاسية ومرة يتساءل في داخله أين هي محبة الله. حاجة طبيعية بتحصل. أنا قلنا الحل بتاعها أن أنا محتاج أكتر دايما من محبات الله في حياتي، أن أنا أكون برددها وأقولها وأكثر منها وأتذكرها وما أكثرش في كلام الضيق. طب أفترض أن أنا دخلت في الموقف زي كده، قدامي حل باتنين. أنا دلوقتي ماشي وقعت في حفرة خلاص، قدامي حاجه باتنين، بيجي لي الله بيقول لي انا بحبك. ممكن اساله سؤال: طب انت لو بتحبني سبتني لي اقع في الحفره؟ ده سؤال منطقي جدا، ده سؤال واستنى الاجابه بتاعته. وممكن بقول له: طيب انت بتحبني هات ايدك طلعني. ايهما اذكى؟ اكيد الاذكى ان يقول له ماشي انا مصدقك بتحبني هات ايدك وطلعني. بس حتى وان كان مش قادر دلوقتي اتذكر احسانات الله في الماضي، يلا ناخد خطوه لبكره. يعني يلا انا في ضيقه وفي صعبه وغرقاني وتعباني وقلبي مليان دي، مش قادر، قلبي واكلني، قلبي تعبني، ويجي ربنا بيقول له حبني، انت بتحبني ليه؟ يعني يجي يقول لك انا ممكن اساعدك، لو كنت ممكن تساعدني فعلا ما كنتش دخلتني هنا. يعني مش وقت دلوقتي نشرح انت دخلت هنا بسبب فلان ولا علان ولا بسبب حاجة انت عملتها في الماضي، مش وقت، وانت في حفرة يا حبيبي، انا بحبك. ما خد انت لنفسك التوجه الايجابي بتاع يلا طلعني يا رب. اوكي، ساعات لو انا في الحفرة نفسها والله جاي يمد ايده عشان يطلعني، ساعات بفرك وبعافر ومش ببقى بسهولة عارفة دي ايدي، ونطلع سوا او اقول له اه يا رب انا عايز اتجاوب معاك، عشان انا في الموقف نفسه او في الضيق نفسها او في التعب نفسه ببقى بدور على اي حد ارمي اللوم عليه عشان احسس نفسي انه اتس اوكي انا ما عملتش حاجه غلط او الذنب مش ذنبي. فايه؟ ما هي دي طريقه تفكير. لو انا يعني لو انا عندي طريقه التفكير دي انه خلاص انا هنا وعايز اشوف مين يشيل الليله، انا عندي مشكله وعايز حد يشيلها، مريض هي المسؤوله، فلان المسؤول، دي طريقه تفكير. خلاص، في طريقه تفكير ثانيه بتقول احنا في مشكله او انا في مشكله انا عايز اطلع منها، انا محتاج اعرف انه ينفع اطلع من المشكله. لو انا متخيل ان المشكله ما لهاش حل هدور على لوم، انما دايما المشكله ليها حل. لو انا مش شايف ان المشكله ليها، يعني لو شايف ان المشكله ما لهاش حل دايما هبقى بدور على لوم، بس لو انا عارف ان ليها حل هبقى عايز اروح له على طول، هبقى عايز اطلع الحل. يعني عايز اطلع من ايا كان اللي انا فيه. وعلى فكره دايما المشكلات ليها حل حتى لو ما لهاش حل في الواقع المادي. فاهم قصدي؟ يعني قصه عارفها كويس بتاعت شاب حصل له مشكله كبيره قوي، انتقال حد قريب منه جدا، وده انتقل فهو هي خلاص خلصت، هي مش حاجه يعني هتحصل تاني، فراح لربنا قال له حل لي التعب اللي جوايا. فبيقول في عادة الصلاه حسيت ان قلبي مش تعبان، ما اعرفش ازاي،
فهي المشكلة ليها حل، ليها حل. حتى لو المشكلة نفسها مش ينفع تتغير، تأثيرها عليا وعليكي ينفع يتغير. فبلاش يعني نروح لحتة بتاعت انه الدكاترة ما عملوش معاه مش عارف مين، افضل ارمي لوم. طب هستفيد بايه؟ يعني هستفيد بايه لو انا ادركت انه فلان او اللي عمل له حادثه او كده هو ده اللي عنده المشكله؟ مش هستفيد حاجه. الحقيقه ان قلبي موجوع والله يعرف يريح قلبي. فانا محتاج اختار طريقه تفكير ان انا ادور مين الغلطان او اشوف مين الخسران. الغلطان ممكن يبقى اكس، ممكن انا حد من اهلي، حد من قرايبي، حد ما اعرفوش، ممكن ده يبقى غلطان بس مش هستفيد حاجه لما اعرفه. طيب مين الخسران؟ انا موجوع. طب تيجي نعدي؟ يلا نعدي. اعدي ازاي؟ بالذي احبنا. يعظم انتصارنا بمين؟ بالذي احبنا. هتنتصر في اللي انت فيه ده بايه؟ بالحب. بالذي احبك. يعني ايه؟ احببتكم قال الرب. ايوه يا رب انت احبتني، نجيني. اعدي. اوكي امين. عايزه نرجع للقصه تاني، ويمكن في موقف انت بتحكيه شعب الله يمكن دخلوا عبادات غريبه وآلهة غريبه، ويمكن ده اللي دخلهم في تعب، والله جه مدد ايده عشان ينتشرهم. طيب في ساعات في مواقف تانية بيبقى الضيق مش حاجه في ايدي، مش حاجه انا عملتها، بيبقى موقف خارجي انا ماليش دخل بيه. اه، وده بيفكرني الموقف بتاع جدعون، انه ما كانش هو اللي عنده المشكله. جدعون كان في وضع صعب مش سهل، وجاله ملاك ربنا، يمكن نحكي قصة بالتفصيل اكتر شوية، بس من بره كده جاله الملاك وقال له انه ربنا معاك يا جدعون. قال له لا معلش جدعون، انا معلش، لو كان ربنا معايا ما كانش حصل اللي حصل ده. قررت الآية زي ما هي، فقال له جدعون اسألك يا سيدي، اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه، واين كل عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا؟ طيب تعال نشوف بقى حال جدعون، يعني هو ايه اللي خلاه يقول الكلام ده لما حصل. في سفر القضاء اصحاح 6 بيقول كده: واتى ملاك الرب وجلس تحت البطنه التي في عفر التي يعيش الابعازري، وابنها جدعون كان يخبط حنطه في المعصره لكي يهربها من المدينين. يخبط حنطه يعني بيجهز الدقيق بشكل معين، القمح او يحوله دقيق او كده، بيحاول يجهزه. بس الكلمه الغريبه ان هو كان يخبط حنطه في المعصره. المعصره ده المكان اللي بيتعصر فيه العنب، العنب مش الدقيق. فهو كان في حتة تانية مهرب شوية دقيق وبيجهزهم ومخبيهم في المعصرة من المدينيين. مين المدينيين دول؟ دول ناس كأنهم محتلين الأرض بتاعته بقالهم سنين كتيرة، بقالهم كذا سنة، وهو جدعون ملوش دعوة، ما عملش حاجة في بلد جاي عليهم واخد خيرهم. واضح ان هم بياخدوا حتى الدقيق اللي هو العيش، يعني مش الذهب والفلوس، لا لا، ده الدقيق الأكل والشرب. عشان أشيل شوية أكل الأهلي أنا بحتاج أروح أخبيهم في معصرة العنب اللي هي أكيد مش شغالة، لأن هي لو شغالة كان الدقيق ده باظ. فهو رايح يخبيهم في حتة، بصي بصي الدنيا بايظة، الغضب بقى اللي ممكن يكون شاعر بيه والخوف والدارة، ويشيل شوية دقيق، يعني مش حاجة سهلة خالص. طيب الملاك قال له ربنا معك جبار البأس، قال له لو كان معه حصل كذا، قال له روح خلص، قال له ازاي خلص؟ ها عشرتي هي الزلة في منسة وانا الاصغر في بيت ابي. بص بقى احساسه التاني، الاحساس الاول غضب وضيق وخوف ومستخبي، مشاعره الاخرى ان هو عشرتي هي الزلة في منسة، انا العشيرة بتاعتي هي ازل، يعني اقل حاجة في سبط منسة، وانا الاصغر في عشيرتي، يعني اقل القليلين اصلا. اه يعني دول كلهم اقل حاجه تحت وانا اقل حاجه تحت في اللي تحت، فاهم قصدي؟ هو شايف نفسه صغير قوي، شايف نفسه مش موجود، عنده تساؤل كبير: لو كان الله معنا لماذا اصابتنا كل هذه؟ وتساؤله مشروع ومش غلط. هو عنده مشكله وتوجه بالسؤال لمين بقى؟ بصي بقى الحلاوه هنا، لملاك الله. ما عادش ينشر بين الناس لو كان ربنا معانا كان حصل لنا كذا ولا كذا ولا كذا، فاهم قصدي؟ هو توجه لله على طول. هو توجه لله: لو كان الله معنا لماذا اصابتنا كل هذه؟ طيب رد الله عليه كان ايه؟ تعالي نشوف. جدعون في حفره، في ضيقه، في زنقه، في خنقه، خلاص، وجاله الله. هنقرا قصه كده بقى من الاول: اتى ملاك الرب
فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. قال له ربنا معك يا جبار البأس، هل جدعون جبار بأس وهو مستخبي في المعصرة بيخبي دقيق؟ لا، هو كان شايف نفسه مش كده خالص. لا، هو شايف نفسه صغير، هو هربان. ربنا بيقول وقع تبيه كلام تاني خالص. طيب قال له يا جدعون روح بقوتك. جدعون قال له لو كان معانا كان حصل كده، كان ليه حصل كده؟ قال له اذهب بقوتك هذه خلص اسرائيل. قال له ازاي اذهب اخلص وانا الصغير وعشرتي هي الصغيره؟ بصي ربنا ما ابتدى يعمل ايه، يقول له انت في ضيقه، طب ما تيجي نخلصها، روح بقوتك خلص اسرائيل من المديانيين، مش دي الضيقه اللي انت فيها، يلا خلصها. ربنا خد عينيه لقدام، يعني ابتدى ياخده كده ويبص بيه لايه اللي ممكن يحصل عشان يطلعنا من الضيقه دي. قال له انا صغير ما اقدرش اخلصها. قال له انا هاجي معاك. ربنا قال له انا اكون معاك. فجدعون قال له طب يعني لو انت فعلا معايا وريني، دوقني ان انت معايا. قال له ماشي هدوقك، وراح مدوقه. تشجع جدعون وتحرك وراح كسر مذابح البعل، وابتدى يعمل اكشنز، ابتدى ياخد خطوات، وعمل الموقع اللي كلنا عارفينها اللي جمع الشعب وربنا قال له لا دول كتير قللهم وشيل نصهم، واللي هيشرب بالشكل الفلاني شيل نصهم، وانتصر جدعون وصار بطل. اللي حصل هنا ايه؟ هل ربنا جاوبه على السؤال بتاع انه ان كنت انت معنا فلماذا اصابتنا كل هذه؟ لا، ما جاوبوش. وده اللي بقوله لك، انه انا في حته في حفره، ده هو واحد كان في حفره في ضيقه في خنقه في مشكله كبيره، مش مشكله صغيره ومش وهميه، مشكله حقيقيه ضخمه. خلاص، وعنده السؤال بتاع لو انت كنت معانا ليه جالنا كل ده؟ ماشي، على فكره في منطق بتاع ليه جالهم كل ده، بس مش وقت مناقشته دلوقتي، مش وقته، وانا في الدقيقة مش وقته في الحته دي، بيبقى الهم ان يطلع. بس حلاوه جدعون ان ربنا قال له ما تيجي نروح نخلص، وربنا كمان يعني قالها له بحكمه قوي، قال له روح خلص. قال له اطلع من الحفره اللي انت فيها. اطلع ازاي؟ اخلص ازاي؟ انا صغير جدا. قال له انا هاجي معاك. قال له انت فعلا موجود معايا؟ طب وريني عشان مش قادر، مش حاسس، مش ضايق، دوقني دوقني معيتك. قال له هدوقها لك، هثبت لك ان انا. وده يحصل على فكره في حياتنا، اقول له دوقني دوقني ان ده انت، يدوقك. فرق معايا قوي يا امير ازاي جدعون من اول الموقف كانه ما اداش ظهره لله ومشي، او زعل او قبل الخصومه دي مع الله، لكن ازاي اول ما الله بدا يتكلم معاه اتوجه لله ومشي والسكه سوا. ويمكن ده يعني دي كانت اول خطوه في انه فعلا يطلع من الحفره بانتصارات صراع عظيمه. انا بشوف ده ذكاء بصراحه، ان انا مش عايز افضل محصور بذهني وافكاري في اللي انا فيه. اول ما يجي لي يقول انا بحبك انا معاك، قول له انا معاك، انا معاك، يلا هات ايدك وطلعني، انا معاك، يلا نطلع. وقعت هنا بسببي، بسبب حاجه تانية، بسبب ظروف، ولا يعنيني، انا عايز اقوم، انا عايز اعدي. فعظم انتصار جدعون بمين؟ بالذي احب، مش بالذي فهمه. طيب بتهيألي يا امير كلنا عارفين ربنا بيحبنا صح؟ يعني دي حاجه بنسمعها في مدارس الاحد من واحنا لسه اطفال. ليه مش كلنا فعلا ضايقين ده يعني؟ او هل في افكار ممكن تبقى غلط معطلاني يعني؟ ليه مش دايما مع ان المعرفه موجوده، ليه مش دايما دي حاجه انا عايشاها؟ ساعات نفس المعرفه اللي كانت عند جدعون دي، فكره ان هو لو ربنا كان معانا لما اصابتنا كل هذه، المعرفه دي ممكن تبقى اكتر حاجه بتبعدني عن ربنا وما اروحش اسال زي جدعون. فاهمه قصدي؟ يعني انا دلوقتي لو متوقع انه، حتى كنت زي ما كنت بشارك معاك انه قريت بوست كده على الفيسبوك بيقول انه ربنا مفيش اذيه هتحصل لك غير بسماح من ربنا، وربنا عمره ما هيسمح انه يأذيك، فما تخافش. خلاص، ومئات الناس كاتبه امين وتمام ومش عارف. الكلام ده مش كلام كتابي ولا كلام روحي ولا كلام مسيحي، ربنا ما وعدش بحاجه ما فيهاش ضيق. ربنا قال كده في العالم سيكون لكم ضيق. طب هل ده معناه ان اللي عايش مع ربنا زي اللي مش عايش؟ لا، مش زيهم، هيحصل ضيقات وربنا ينجيني منها. بس لو انا عندي تخيل ان انا لو عايش مع ربنا مش هيحصل ضيقات في الحياه، مع اول ضيقه هحس ان ربنا مش معايا. صح؟
مع ان ده تفكير مش حقيقي. اللي حط الفكره دي اللي قال انه مش هيحصل لك ضيقات خالص في الحياه وكله تمام وربنا عمره ما يسمح بحاجه, ده هو اللي ضرني, لانه ده حط حاجه مش حقيقيه, خلاني اعتمد على فكره مش موجوده مش حقيقيه. طب ربنا يعني بيسيبني للضيقات؟ ما بيسيبنيش. انا بقول ان في ضيقات في العالم لكن ربنا معايا فيها. هقرا لك كده حته من اشعياء 43 اقول لك بالظبط ربنا بيعمل معايا ايه. بيقول كده: والان هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجبلك يا اسرائيل, لا تخف لاني فديتك, دعوتك باسمك فانت لي. انا اقدر اقول على نفسي الكلام ده, انا لا اخف لانه فداني, دعاني باسمه انا لي. اذا اكتست في المياه فانا معك, وفي الانهار فلا تغمرك, اذا مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك, لاني انا الرب اله قدوس اسرائيل مخلصك. ليه يا رب بتعمل كده؟ اذ صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك, لاني بحبك. لو انت دخلت في النار مش هتتلسع, اللهيب مش هيحرقك, لو انت مشيت في المية مش هتغمرك, مش هتغطيك, انت مش هتبقى ولا حاجة, انت هتعدي. ايه؟ ازاي؟ انا جنبك, انا معاك, ده المحبوب. ومش بس كده, ده النار والمية واللهيب يتحولوا لخيري بشكل ما انا معرفوش. جبت منين الكلام ده عم امير؟ من الكتاب المقدس. كل الاشياء تعمل معا للخير لمين؟ اللي بيحبوا الله, للذين يحبون الله, مش لكل الناس, للذين يحبون الله. طب وازاي يحب الله؟ نحن نحبه لانه احبنا اولا, الكتاب المقدس برضه. فكانها سلسله كده, انا اقبل حب الله, يتملي قلبي بحبه, هو حبني, استقبل حبه فاحبه, فلما احبه كل الاشياء تتحول للخير. ده جانب. الجانب الثاني, اي ضيقه هخش فيها هيبقى ليها حدود. هو قال كده: يضع حد للتجربه, لا يدعنا نجرب فوق الطاقه, يجعل مع التجربه المنفس. فتصير حياتي عامله ازاي؟ في ضيقات هو معايا فيها, ضيقات مش مستمره بتحصل على فترات متباعده كمان, هو معايا فيها, وهو معايا فيها بيحط ليها حدود ويديني رجاء ويديني امل ويحولها لخيري. اوكي طيب, ده اتمتع بيه لاني محبوب. اوكي, احنا يمكن فضلنا لنا دقيقتين خلاص, بس اخر سؤال عايز اقوله لك يا امير. انت لسه قايل ان انا محتاج اقبل الحب وبعدين الدايره دي كلها بتمشي, يعني ايه اقبل الحب او اعمل ايه يعني ازاي؟ في قول عجبني لرئيس سابق لجنوب افريقيا نيلسون مانديلا, متهيألي هو شخص معروف وكان خد جائزه نوبل للسلام, بيتكلم على فكره قبول الحب دي او فكره امكانيه قبول الحب. بيقول كده معناه بالعربي: مفيش حد بيتولد بيكره, الكره الناس بتكتسبه وتتعلمه, وإذا كان الكره الناس بتكتسبه إذن الحب الناس ينفع تكتسبه. بما معناه إن أنا لو في قلبي دلوقتي مش حاسس بمحبة ربنا ومش لمسها ومش عايش بحب, أنا ينفع أكتسبه. مفيش حد بيتولد بيحب ومفيش حد بيتولد بيكره, دي أمور مكتسبة. فما تلومش نفسك لو مش جواك محبة الله, ينفع تبتدي تتوجه له تقول له: يا رب اسكب في قلبي محبة, رب حط جوايا محبة, أنا همسك في المحبة دي, عرفني محبتك. الاكشن اللي هاخده بشكل عملي ان انا مش هحتقر محبه الله. يعني ايه احتقر؟ يعني اتجاهل. يعني لما يجي الله يكلمني عن محبه وجزء في الكتاب المقدس عن اللي هو عمله وعن عمل يسوع وعن واسمع وعظ عن محبه, انا مش هقلب الريموت, انا مش هقلب الصفحه في الانجيل, انا مش هقول ما هو ده كلام انا عارفه, هقوله فهمني اكتر. ولو انا مش حاسس هقول له: يا رب انا مش حاسس بمحبتك, مش لامسها, دوقهني, خليك زي جدعون, خد الاكشن اللي انت عايز تاخد. طبيعي ان انا ممكن ما بقاش حاسس بمحبه, لكن مش طبيعي ان انا اكمل كده, ما تقبلش تكمل كده. امين امين. امير بنشكرك جدا على وجودك معنا في الحلقه النهارده, واكيد هنتقابل في حلقات جايه. ميرسي امير. عفوا. الحب هو اكسجين الحياه, هو اللي بيدي دافع وطاقه كلنا محتاجينها في الحياه. والله محبه هو المصدر اللي يضمن لنا الحب اللي يكمل وما يتحولش بعد وقت لتعب او ضيق. محتاجين نقبل محبة الله زي ما اتكلمنا النهاردة, وما نقبلش أي فكرة أو سؤال يقف حاجز بيني وبين حب الله ليا. أنا هتمتع بمحبة ربنا وكل الأمور هتعمل معا لخيري, لأن ده وعد إلهي. ربنا معاكم.